السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأتحدث اليوم عن مفهوم التسويق التقليدي في صناعة البيع المباشر. في الحقيقة لم تعد مشكلة اليوم في إنتاج السلع، بل أصبحت المشكلة اليوم هي كيف يمكن هذا المصنع أو هذه الشركة تكون قادرة على تسويق هذا المنتج. هنا المشكلة. طبعا هذه المشكلة أوجدت أهمية كبيرة للتسويق، والكلام عنه في مجال أو عالم المال والأعمال. والتسويق حقيقة ببساطة هو أن كيف نكبر نشاطنا التجاري. طبعا هذا المفهوم له استراتيجيات مختلفة، منها ما بات يعرف الآن بالتسويق الإلكتروني، والذي يتم عبر وسائل الاتصال والتواصل الإلكتروني، وهي كثيرة ومعروفة لدى الجميع. ومنها ما يتم بشكل مباشر في المواجهة المباشرة، أو عن طريق الإعلانات في الطرق والراديو والصحف، المجلات، المطبوعات الورقية، البروشرات، الندوات والاجتماعات، الحفلات العامة والحفلات الخاصة والحفلات العائلية، وأي تجمع ممكن أن يلتقي أو تلتقي فيه مع المستهدفين بشكل مباشر. في البيع المباشر أيضا يعتبر التسويق التقليدي جزء مهم منه، من خلال استطاع الكثير صنع الملايين من الدولارات، لأنه تسويق اجتماعي قائم على العلاقة المباشرة مع المستهدف. كثير من صور أيضا التعريف وعرض الفكرة تتم من خلال عقد ورش ومحاضرات وندوات في مراكز وفروع الشركة أو في أماكن عامة مناسبة. هذا النوع من التسويق رغم عيوبه حقيقة له مميزات كثيرة جدا، أهمها توفير جانب من التأثير والخصوصية لدى عرض الفكرة، لأنك تعرضها بشكل مباشر. الأمر الآخر أيضا المهم جانب المصداقية في التعامل المباشر، تكون أعلى طبعا من التسويق الإلكتروني، حتى الوضوح للمنتج أو الفكرة اللي تريد تسوقها. أيضا مسألة التأكد من وصول المعلومة بشكل جيد لدى المستهدف من خلال السؤال والجواب والحوار الذي يتم مباشرة. والأهم في هذا أنه لا يشترط أن يتواجد هذا المستهدف على حساب إلكتروني معين أو عنده مهارة معينة أو أنه لازم كذا وكذا، لا، ما يحتاج كل هذه الأمور. حتى أنت لما تريد تصل إلى الفئة المستهدفة بالدعوة المباشرة يكون هناك العوائق والالتزامات لدى الطرف الآخر قليلة أو شبه معدومة. رغم هذه المميزات أيضا هناك معوقات، منها التكلفة العالية في الوقت والمال. كل نشاط تقوم فيه بشكل مباشر يكلفك نفقات، تأجير قاعات، أحيانا مشاوير تصرفها، بروشورات تطبعها، بزنس كارد تقوم بعرضه. هذا الأمر حتى تصميمه وإعداده يتطلب فريق عمل عنده مهارات عالية. حجم الوصول إلى الفئات المستهدفة يكون محدود مقارنة أيضا بالتسويق الإلكتروني. حقيقة الكلام في هذا يطول، لكن السؤال المهم في نظام البيع المباشر أو التسويق الشبكي، من ما هو الأفضل لي؟ هل التسويق التقليدي أم التسويق الإلكتروني؟ حقيقة مفتاح النجاح في هذا هو أنك تدمج بين الوسيلتين لتحصل على أعلى وأفضل نتائج. وينصح الخبراء في هذا المجال باستخدام قاعدة 20-80، المعنى أنك تستثمر 80% من الميزانية لديك في التسويق الإلكتروني و 20% فقط في التسويق التقليدي. طبعا السبب يذكرونه لأن تكلفة التسويق الإلكتروني أقل في المال والوقت، وله نسبة وصول أعلى، ويمكن قياس العائد والنتائج بشكل أفضل. لكن هل هذا الأمر صحيح دائما؟ أقول في النهاية الأمر متروك لطبيعة النشاط التجاري الذي تقوم فيه، نوع المنتج، مهاراتك أنت كشخص، والجمهور الذي تستهدفه. هذه الأمور الثلاثة قد تعكس القاعدة تماما. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمس النهار ونورها، سحر الحياة وحورها، من صانها ويزورها نثرت عليه عطورها. دي اكس ان رمز العطاء والأصالة، ثوبها رائد الخير، يا رب بارك خطوها ومسيرها.